جدا تدخل في سياق طبيعة الكتابة العربية، وهي طبيعة تختلف اختلافا كبيرا عن طبيعة الكتابة، ما يسمى بالكتابة الغربية يعني الأجنبية. كيف يكتب العرب؟ هذا هو سؤالي. يعني إن حاولنا أن نطرح ما طرحه الأخ وليد ونسأل ما هو التاريخي والتخيلي عند كذا، إذا يجب أن نفتح هذا الباب على كل ما كتب في تراثنا. نعم. وهنا الإشكال، وهنا إشكال كبير جدا. مثال أعطيك، يعني هناك يعني أكيد أن الأخ وليد وكذلك المستمعين يعرف يدركون جيدا أن العربي كان يكتب استنادا إلى سند. يعني عندما نفتح دائرة معارف الإسلامية نقول كل حديث صحيح هو ما كان مسنودا. يعني هنا يعتمد على السند. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتب في وقتها، كتبت بعد قرون، يعني انطلاقا من سند يعني وأسناد. كذلك التاريخ، أو كيف كتب العرب التاريخ. نرجع للطبري مثلا. يعني الطبري عندما يذكر حديث يونس، نبي يونس، يقول حدثني الحارث قال، حدثنا الحسن الأشيب قال، سمعت أبا هلال محمد بن سليم قال، حدثنا شهر بن حوشب قال، أتاه جبريل إلى آخره. يعني تاريخه يعتمد على ما اعتمد عليه غيره في الكتابة، وهي الإسناد. إذن هنا مسألة كبيرة جدا. إن اتفقنا على هذه المسألة، وهي أن الإسناد يثبت على الكلام مصداقية. نحن لم نعرف من هو الأشيب هذا، ومن هو أبو هلال وغيره، لم يذكر الطبري يعني يعني هل هم حقيقة أعلام. نعم. إلى آخره. إذا يحتاج إلى بحث يعتبر تاريخ، يعتبر تاريخا. وهل ما كتب قديما على أنه أدب، أدب ما زال إلى حد الآن يعتبر كذلك؟ وهل أن ذلك كذلك؟ إذن هنا أسئلة مشروعة. بالنسبة عجل. بالنسبة لمفهوم التاريخ، التاريخ بدأ إن شئنا عند في الثقافة العربية الإسلامية مع الشعراء. هناك العديد من يعني له علاقة بالشعر، هناك العديد من القصائد تؤرخ وقعت عمورية. نعم. مثلا بالسيف أصدق من بأني. نعم. الكتب. نعم. عنتر بن شداد. نعم. عندما يقول ومدجج كره الكمات لنزاله لموعد الشعب ولا مستسلمين، هو التاريخ من تاريخ ذاته يعني. نعم. هو بسبب التوفيق الشعبي وشوقي وغيره يعني. لكن, أرخ. لكن. نعم. السؤال، وأرسطو يقول هذا، أن الشاعر يعني ينقل ما يجب أن يكون، أو يعني الواقع المتمنى أو المشتهى، في حين أن المؤرخ ينقل مكان. لكن هل أن المؤرخ ينقل فعلا مكان حق النقل؟ ونحن ندرس تاريخ الطبري ونجد أنه ينقل مثلا يعني مرحلة موت موسى، يعني تختلف بنية ومعنى وأسلوبا مع النص القرآني، تختلف من حيث الحيثيات. أجزم وأقول وأؤكد أن تاريخ الطبري أكثر من 70-80% هو قريب للنص التوراتي أكثر. هو ليس تاريخا محلا ولا أدبا صرفا، إنما هو تاريخ متأدب يجمع بين هذا وذاك، فيه كثير من مكر المبدع، وفيه بعض من موضوعية المؤرخ. ونحن هنا نختلف مع رولان بارت باعتباره أنه يقول أن النص التاريخي، أن المؤرخ موضوعي، إن المؤرخ العربي. إذن فالتاريخ هو رؤية، هو فيه الكثير من الإيديولوجيا، وهذه الإيديولوجيا السنية نجدها في نص الطبري ونجدها في نصوص أخرى. بل هناك العديد من المدارس الآن، المدارس المعاصرة في علم التاريخ، تعتبر أن التاريخ رؤية.